السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنبدأ محاضرة الأولى بالنسبة لمحركات الاحتراق الداخلي Internal Combustion Engine. طبعا بشكل عام الموضوع سيكون بتمامه باللغة الإنجليزية. احنا راح نحاول نشرح باللغة العربية، لكن المصطلحات والمفاهيم والإجابة على الواجبات يجب أن تكون باللغة الإنجليزية. طبعا عفوا، أنا نزلت لكم مجموعة من المصطلحات اللي راح تتكرر دائما، فيعني أرجو من جنابكم أنه يعني تحفظوها حتى إن شاء الله تحاولون أنه ما تلاقون صعوبة بهذه المادة. وإحنا إن شاء الله شوي شوي راح نحاول، يعني أي مفردة راح نحاول نفسرها ونشرحها، فإن شاء الله ماكو شيء صعب عليكم. أنتم إن شاء الله أهل لهذا الشيء، وأثبتتم هذا في مادة الموائع سابقا. طبعا أقدم شكري وتقديري لكم، لأنه بالفعل معظمكم أو أغلبكم أثبت بأنه عنده طاقات وممكن أنه يرتقي وممكن أنه يجتهد ويواظب رغم الصعوبات اللي طبعا كلنا ندركها، من ناحية أنه قد يكون بعض الطلاب ما تتوفر عنده وسائل اللي تمكنه من أنه يكون ضمن نطاق التعليم الإلكتروني، لكن مع ذلك البعض حاول قدر الإمكان، وأدعو من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقكم ويشد من عزيمتكم وأجركم، وإن شاء الله كلنا نسعى إلى النجاح. طبعا بشكل عام الفشل قد يعزى عادة إلى الأستاذ، وقد يعزى إلى الطالب، وقد يعزى إلى كليهما. يعني إذا كان أكو فشل في صف من الصفوف أو مرحلة من المراحل، قد يكون سببها الطلاب غير جيدين، أو قد يكون الأستاذ غير جيد، أو قد يكون كلاهما. لكن النجاح ممكن يتحقق بطريقين. الطريقة الأولى أنه يكون الأستاذ جيد ويكون الطالب أيضا جيد، هذه طريقة. الطريقة الثانية أنه قد يكون الأستاذ لديه قصور، لكن يبقى الطالب هو جيد وممكن أنه يحقق نجاح. فهنا نقدر نعرف من خلال هذا الشيء أنه النجاح محوره هو الطالب. يعني الأستاذ صح يجب أن يبذل جهده، ويجب أنه يحاول يتابع الطلاب ويشد من عزيمتهم ويبذل ما بيوسع حتى يقرب لهم المادة، لكن يبقى هو الطالب المفروض مثل ما نقول أنه يؤدي الواجب عليه من المثابرة والمواظبة والمراجعة بعد المحاضرة وغيرها. طبعا وأنتم إن شاء الله تكونون قد هذه المسؤولية. فاليوم راح ناخذ بداية عن محركات الاحتراق الداخلي، تصنيفها، أنواعها. يعني المحاضرة تكون بسيطة، وراح يكون أيضا واجب راح يكون أنطيكم إياه على هذه المحاضرة. هم لكم، إحنا مثل ما اتفقنا الواجبات لكم فترة أسبوع حتى تحلوها، لأن نعرف إحنا أكو ضغط عليكم وأنتم ما عندكم فقط المحركات، أو ما عندكم فقط مواد أخرى، عندكم مواد متعددة، فأيضا عندكم بها واجبات والتزامات. فإحنا نعطيكم مهلة أسبوع. بعد هذا الأسبوع طبعا إحنا قلنا بعد هذا الأسبوع بعد تنتهي هذا الواجب، بعد انتهى، لأنه أسبوع الصور كافي لحل الواجب. وطبعا احنا من نعبر هذا الاسبوع راح ننتقل الى مادة اخرى، فمن الصعب انه ارجع واصلح الواجبات البقية. يعني حتى تكون الشغلة نظامية، هي مو شغلة اجبار ولا شغلة احنا نسميها لي ذراع، ولكن قدر الامكان حتى تكون يعني هي شغلة تنظيمية اكثر ما هي شغلة يعني شلون استاذ وطالب. احنا سبق وان قلنا ماكو بيناتنا ان شاء الله استاذ وطالب، احنا كنا هدفنا انه النجاح، لكن لابد انه كفد اطر نتبعها حتى يكون الشغلة منظمة. فالواجب أرجو أنه أسبوع تحله، ما حليته يعني تعبر الواجب اللي وراء وهكذا. زين، بداية المحركات طبعا هناك أنواع كثيرة من المحركات. محركات كهربائية تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية. عندنا محركات يسموها محركات حرارية، اللي هي راح تكون محور الفصل، محور الكورس مالتنا، لكن مو كل المحركات الحرارية، حنركز فقط على محركات الاحتراق الداخلي. فخلينا نشوف محركات الاحتراق الداخلي وين موقعها من المحركات الحرارية.
طبعا اول شيء خلينا نعرف شنو المحركات الحراريه، يسموها هيت انجنز. انجنز المحركات وهيت هي الحراره. فالمحركات الحراريه يقول advise that converts chemical energy to heat energy and then to mechanical energy، هي اداه لتحويل الطاقه الميكانيكيه الى طاقه حراريه ومن ثم الى شغل ميكانيكي. زين، خلي نجي واحده واحده. خلينا نجي على المحرك. المحرك احنا شن نخلي نضيف له فيول اللي هو الوقود. هذا الوقود بين جزيئاته بين ذراته يحمل طاقه يسموها طاقه كيميائيه. طبعا هذه الطاقه الكيميائيه من انا اجي احرق الوقود راح تتحول هذه الطاقه الكيميائيه وجزء منها الى طاقه حراريه. الطاقة الحرارية طبعا راح يتكون غاز. الطاقة الحرارية راح تؤدي الى مثل احنا ما نقول الى تكبير حجم الغاز. زين، فمن يكبر حجم الغاز راح يدفع الجزء اللي اريد احركه فينجز لي شغل ميكانيكي. اذا طاقة كيميائية الى طاقة حرارية. الطاقة الحرارية سببت لي زيادة حجم الغاز مثلا، راح زيادة الحجم راح تؤدي إلى دفع جزء معين مثل المكبس أو غيره فينجز لي شغل ميكانيكي. زين، هذا المحركات الحرارية بشكل عام. المحركات الحرارية طبعا تنقسم إلى قسمين يسموها internal combustion engine و external combustion engine. internal combustion engine هي محركات الاحتراق الداخلي، External Combustion Engine هي محركات الاحتراق الخارجي. محركات الاحتراق الداخلي يتم حرق الوقود داخل الأسطوانة، مثل المحركات اللي راح تكون محور حديثنا في هذا الكورس. داخل الأسطوانة راح يتم حرق الوقود، لكن محركات الاحتراق الخارجي راح يتم حرق الوقود خارج الأسطوانة ومن ثم أو ربما تسخين بخار معين خارج الأسطوانة، راح يزداد حجم البخار يتم توجيهه إلى الأسطوانة بضغط عالي. فهذا بضغط عالي راح يؤدي إلى تحريك الجزء المراد تحريكه مثل المكبس على سبيل المثال. زين، أو توربين. زين، نجي أيضا مستوى ثاني من التقسيم. المحركات الاحتراق الداخلي اللي هي هاي internal combustion engine راح تنقسم إلى four stroke engine، محركات احتراق داخلي رباعية الأشواط أو رباعية الضربات، ومحركات احتراق داخلي ثنائية الأشواط أو ثنائية الضربات. زين، احنا شنو عندنا؟ عندنا المكبس عندما يتحرك من نقطة إلى نقطة هذا يسمى شوط. فمحركات الاحتراق الرباعية يتحرك أربع أشواط، الصعود شوط، نزول شوط آخر، صعود مرة أخرى شوط، ونزول مرة أخرى شوط آخر. طبعا تعرفون عندنا شوط السحب، إذا ما أخذين في مادة الساحبات الزراعية، شوط السحب هذا شوط يتحرك المكبس من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى. وعندنا أيضا شوط الضغط compression stroke اللي هو يتحرك المكبس من النقطة الميتة السفلى bottom dead center إلى النقطة الميتة العليا توب ديد سنتر، وايضا بعد ذلك شوط القدره وشوط العادم. هذه اربع اشواط. لكن في محركات ثنائيه الاشواط لا، راح يكون عندي ضربه من ضربتين فقط. ضربه من الضربات راح تكون عباره عن ضغط وسحب للهواء. زين، الضربه الثانيه راح تكون تغذيه و طبعا عفوا ضغط وسحب واحتراق. بعدين الضربة الثانية راح تكون قدرة وتهوية يسموها وعادم. راح ناخذها الفروقات ما بين الرباعية والثنائية فيما بعد. زين، external combustion engine اللي هي هذا كله راح يكون خارج إطار الموضوع لكل لمعظم الكورس. راح فقط نركز على محركات الاحتراق الداخلي. فمحركات الاحتراق الخارجي تشمل المحركات البخارية ستيم انجنز، ومحركات توربين اللي هي ايضا راح تكون محركات احتراق خارجي. طبعا تقدرون انتم ايضا اذا تريدون تتوسعون بالموضوع ممكن انه تبحثون على شبكة النت شنو معنى محركات الاحتراق الخارجي او external combustion engine.
زين. طبعا هنا هاي الصوره توضح لنا مثال حول محرك الاحتراق الداخلي هذا ومحرك الاحتراق الخارجي. مثل ما تشوفون محرك الاحتراق الداخلي راح الوقود يتم حرقه شنو داخل الاسطوانه، اما في محركات الاحتراق الخارجي يتم تسخين او حرق الماء، ليس حرق الماء وانما تسخين ماء، توليد بخار، البخار راح يولد ضغط، الضغط راح ينتقل الى الاسطوانه. فهنا انا ما عندي اي احتراق، الاحتراق كله راح يكون خارج الاسطوانه زين، وفقط توجيه البخار هو يكون داخل الاسطوانه. طبعا خلينا نشوف شنو الفروقات ما بين محركات الاحتراق الخارجي internal combustion engines and external combustion engines. طبعا راح نرمز لها اختصارا ICE internal C combustion E engines و external combustion engine ECE، يعني الحرف الاول من كل كلمة زين. بالنسبة الى internal combustion engine محركات الاحتراق الداخلي يقول combustion occurs inside the cylinder، يعني شنو؟ يعني الاحتراق يحدث داخل الاسطوانة. اما بالنسبة لـ external combustion engine اللي هي محركات الاحتراق الخارجي فيقول combustion occurs outside the cylinder، الاحتراق يحدث خارج الاسطوانة، ما بيها شيء، بسيطة زين. الفرق الثاني internal combustion engines produce higher efficiency. higher efficiency يعني كفاءة عالية، كفاءة أعلى، كفاءة أعلى. بينما external combustion engine lower efficiency، كفاءة تكون أقل زين. higher pressure produce higher pressure يعني ينتج ضغط عالي، بينما في محركات الاحتراق الداخل الخارجي produce lower pressure ينتج ضغط أوطأ زين. بالنسبة إلى الوزن، الوزن يقول هنا lighter in weight يعني وزنها أخف، هنا وزنها أثقل. need less time to start يعني تحتاج وقت أقل للبدء، بدء التشغيل يقصد. هنا need more time to start يعني تحتاج وقت أكبر لغرض التشغيل، يعني احتاج الى خلينا نقول فد وقت اطول حتى اسخن الماء وينتج عندي بخار بضغط معين يلا اقدر اشغل المحرك، كما هو في القاطرات. القاطرات ايضا هو كمثال على محركات الاحتراق الخارجي external combustion engines. هذا ما يخص الفرق، هذا الفرق يعني ما بين internal and external combustion engines. طبعا يعني ارجو منكم انه تحفظوا. طبعا محركات الاحتراق الداخلي internal combustion engine نقدر نصنفها عدة تصنيفات. التصنيف الاول اللي نقدر نصنف عليه محركات الاحتراق الداخلي هو التصنيف حسب نوع الاشتعال او حسب طريقة الاشتعال، اشعال الوقود. طبعا عندنا نوعيتين، النوعية الاولى هي spark ignition SI يختصروها، والطريقة الثانية هي compression ignition CI. spark ignition شلون تتم العملية؟ بالسبارك إجنيشن محركات الشرارة الشحنة تكون عبارة عن خليط من الوقود والهواء، يعني تدخل عن طريق صمام السحب شحنة من الوقود والهواء. طبعا راح تنضغط بمقدار معين في شوط الضغط، عند ذلك عند نهاية شوط الضغط راح تنطلق الشرارة عن طريق ما يسمى بشمعة القدح سبارك بلاك. فمن تنطلق الشرارة راح يؤدي إلى اشتعال هذا الخليط زين، وحدوث الانفجار وحدوث شوط القدرة. هذا بالنسبة إلى السبارك إجنيشن محركات الشرارة. النوع الآخر من محركات الاحتراق الداخلي هي محركات الضغط، يسموها Compression Ignition Engine CI. Compression Ignition أساس عملها شنو؟ هنا شحنة داخلة للمحرك في شوط السحب ما راح تكون خليط من الهواء والوقود، وانما راح تكون خليط من وانما تكون هواء فقط، هواء فقط. يضغط هذا الهواء في شوط الضغط في نهايه شوط الضغط ما عندي بعد سبارك بلاك، ما عندي شراره، وانما عندي وقود يحقن عن طريق الحاقن او الانجكترز، يحقن
طبعا قبل ما فاتني انا اقول لكم انه اي غاز من عندما يضغط تعرفون انتم راح تزداد ترتفع درجه حرارته. فترتفع درجه حرارته فعندما يحقن الوقود ويتلامس مع هذا الغاز المضغوط ذي الحراره العاليه راح يؤدي الى انفجار الوقود وحدوث شوط القدره. هذا الفرق ما بين محركات الشراره سبارك اجنيشن ومحركات الضغط كومبريشن اجنيشن. زين، طبعا تختلف المحركات اللي اشتعال بالشرارة سبارك اجنيشن عن الكومبريشن اجنيشن بعدة امور، منها البيسك سايكل. البيسك سايكل اللي هو شلون نقول احنا دورة يسموها الدورة الحرارية. زين، راح ناخذها بالتفصيل بالمحاضرات اللاحقة. عندنا تايب اوف فيول، النوع الوقود المستخدم في محركات الاشتعال بالشرارة يختلف عن نوع الوقود المستخدم في محركات الاشتعال بالضغط. إذن هذا بيسك سايكل قلنا وتايب اوف فيول. عندنا انجكشن اوف فيول، طريقة الحقن للوقود. طبعا في محركات الشرارة بالبداية كانت عن طريق المبخرة او الكاربوريتر. زين، يتم ادخال مزيج الهواء والوقود عن طريق صمام السحب انتيك فالف. وايضا بعد ذلك تطورت الى صارت انجكترز، يعني عن طريق حواقن. اما محركات الاشتعال بالضغط فهي تعتمد على شنو؟ تعتمد على حواقن الوقود. ما عندي هنا كاربوريتر بالكومبريشن اجنيشن، فقط حواقن. زين، وايضا راح ناخذها يعني كجهاز مستقل، لانه احنا تدرون من نحكي عن المحرك ما راح نحكي فقط على كتلة الاسطوانات او راح نحكي على الاجزاء الثابتة، ولكن اكو ملحقات. مثلا المحرك يحتاج الى جهاز انجكشن فيول، يعني حقن وقود، او يحتاج الى جهاز يعني تغذية الوقود، يحتاج الى جهاز يسموه تنظيف الهواء او تنظيف الوقود، يحتاج الى جهاز تزييت، يحتاج الى جهاز تبريد. زين، فهذه يسموها ملحقات، راح ناخذها ان شاء الله بالتفصيل. زين، ignition process، طريقة الاشتعال. ignition process يعني احنا قلنا بالسبارك يحتاج الى شرارة حتى يشتعل الوقود، بينما بالكومبريشن حرارة الهواء المضغوط هي راح تحرق لي الوقود المحقون داخل الاسطوان. زين، اذا هاي ignition process. compression ratio، نسبة الانضغاط. نسبة الانضغاط في محركات الضغط أعلى من نسبة الانضغاط وين؟ في محركات الشرارة. يعني compression ratio is higher in spark in compression ignition engine than spark ignition engine. زين، طبعا ليش؟ لانه انا بمحركات الضغط احتاج اضغط الهواء ضغط عالي جدا حتى تتولد لي حراره عاليه، لان ما عندي هنا شراره، فاعتمادي كله وين؟ على ضغط الهواء، فلازم نسبه الانضغاط تكون عاليه، وراح نتكلم ايضا بها. ثيرمال افشنسي، الكفاءه الحراريه، افشنسي كفاءه ثيرمال حراريه، الكفاءه الحراريه ايضا تختلف، وراح نجي ناخذها ايضا نحسبها، يعني بها حسابات. زين، سبيد، طبعا ايضا الفرق ما بين محركات الشراره ومحركات الضغط اكو فرق. يعني محركات الشراره سرعتها عاليه لكن عزمها قليل، محركات الكومبريشن اجنيشن او محركات الاشتعال بالضغط تكون سرعتها بطيئه لكن شنو؟ العزم اللي تولد لي اياه هو اعلى. زين، الوايت ايضا راح يكون محركات السبارك اجنيشن هي اخف من محركات الضغط. زين، نجي على اساس ثاني من اسس التصنيف للمحركات، راح ننظر ايضا للمحركات من زاويه اخرى. عندنا شنو؟ عندنا الانجن سايكل او دوره المحرك. عندنا تنقسم الى قسمين، فورس تروك سايكل، محركات رباعيه الضربات، ومحركات ايضا شنو؟ ثنائيه الضربات. طبعا محركات رباعية الضربات يقصد بها انه عندي اربعة اشواط او بالاحرى اربع ضربات، لانه هي ايضا التو ستروك سايكل ايضا بها اربع اشواط او بالاحرى يعني عمليات عدة راح تتم، لكن شنو؟ بضربتين.
الضربة المقصود بها هو انتقال المكبس من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى، أو انتقاله من النقطة الميتة السفلى إلى النقطة الميتة العليا. هاي هذا يسموه شوط، العفو، هذا يسموه ضربة، وهاي يسموها ضربة. زين، ففي محركات رباعية الضربات عندنا شنو؟ عندنا انتيك ستروك اللي هي شوط السحب، هاي واحد، هاي ضربة. ليش؟ لأنه انتقل المكبس من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى، from top dead center، top dead center إلى bottom dead center، من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى، هذا واحد. زين، صار عندي شوط سحب. شوط الضغط، انتقل المكبس عندي من النقطة الميتة السفلى اللي هي bottom dead center، راح اكتبها هنا، إلى top dead center. طبعا صارت بالعكس، البوتوم فوق والتوب جوا، نكتبها هيك احسن تكون واضحه لكم. توب ديد سنتر الى بوتوم ديد سنتر. هناش عندي من البوتوم ديد سنتر الى توب ديد سنتر. زين، هاي الشيء يا شوط الضغط كومبريشن، هي حتى مكتوب لي جوا كومبريشن، اذا تشوفوا هذا الشوط القدره كومبريشن. هاي شنو الضربه الثانيه؟ الضربه الثالثه اللي هي شنو؟ فروم خلنا نكتبها from top dead center to bottom dead center، من النقطة الميتة العليا للنقطة الميتة السفلى، هو شوط القدرة power، هاي الضربة الثالثة. الضربة الرابعة exhaust valve اللي هو شوط العادم، from bottom dead center to هيك راح اكتبها top dead center حتى تطرد الغازات او نواتج الاحتراق. زين، هذا بالنسبة إلى فور ستروك انجين، أربع ضربات. طبعا بهالأربع ضربات عمود المرفق ايش كم دورة راح يدور؟ هنا هاي نص دورة، هنا كمل النص دورة، هاي صارت دورة، هاي دورة ونص، وهاي هنا راح يكمل، صارت دورتين. إذن عمود المرفق في المحركات رباعية الأشواط أو رباعية الضربات راح يدور دورتين حتى يتم يعني أربع أشواط. لكن في محركات ثنائية الضربات راح يصير عندي في نصف دورة، في نصف دورة يعني شنو؟ المكبس راح يتحرك عندي من نبدي منه، هذا خلينا نعتبره واحد وهذا اثنين. زين، هنا المكبس، العفو بالعكس، خلينا هذا آسف، هذا الواحد. هنا ايش راح يصير عندي؟ المكبس مو ينتقل الى الاعلى، هنا اكو راح يدخل الهواء او خليط الوقود والهواء يدخل الى الكرانك كيس اللي هو يسموه حوض المرفق، راح يدخل كميه من الوقود والهواء. طبعا هنا اكو عندي صمام، هذا صمام يسمح بالدخول ولا يسمح بالخروج، يعني صمام لا رجعي. زين، هذا عندما يرتفع المكبس الاعلى، بارتفاعه طبعا هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يدخل مزيج الوقود الهواء. طبعا بنفس الوقت هنا عندي ايضا شنو؟ عندي مزيج من وقود الهواء راح ينضغط، راح تنطلق شراره، اذا راح يشتعل. اذا بهاي النص دوره او بصعده المكبس الى الاعلى صار عندي انتيك اللي هو سحب للوقود الهواء، صار عندي ضغط، هاي بعدني يعني نص دوره، زين، وصار عندي اشتعال. زين، الدورة الثانية ايش راح يصير؟ الاشتعال ايش راح يولد لي؟ راح يولد لي ضغط عالي، فراح يندفع المكبس لأسفل، اللي هو شوط القدرة، راح يصير بهذا الرقم اثنين، شوط القدرة راح ينزل المكبس للأسفل. بنزول المكبس للأسفل هنا مو دخل عندي هواء، بنزول المكبس للأسفل اكو فشي اسمه هنا بورت مال تهوية. زين، ايش راح يصير عندي؟ راح يصعد، طبعا هذا الصمام مغلق راح يكون، راح ينتقل خليط الهواء والوقود الى اعلى المكبس، راح تنطرد نواتج الاحتراق عن طريق العادم، اذا صار عندي شنو؟ قدره وتهويه يسموها، هاي تهويه، وصار عندي عادم. هاي شنو؟ بنص الدوره الثانيه. فهي عمود المرفق دار دوره واحده تملت جميع الاشواط، فلهذا يسموها تو ستروك. يعني شنو تو ستروك؟ يعني
هي كل دورة 2 ستروك، فهنا دورة واحدة، واحد دورة أدت لي إلى شنو؟ 2 ضربة، يعني ضربتين، كل دورة هي ضربتين. زين، هنا إذا عندي أربع ضربات، أربع ضربات شو أحتاج؟ أحتاج دورتين. هاي يعني خاف تجيكم فراغات، تجيكم اختيارات، تعرفون أنها في محركات ثنائية الضربات عندي دورة واحدة لعمود المرفق، في محركات ثنائية رباعية الضربات تكون عندي دورتين. زين، معناته شنو؟ كل دورة تنتج لي ضربتين، لأنه كل نصف دورة هي حركة للمكبس من نقطة إلى نقطة. زين، أرجو أن يكون لحد هنا أنتم واضحة المسألة لكم، بس خلي أمسح ذني. ننتقل إلى السلايد اللي وراء. طبعا هاي فروقات ما بين محركات رباعية الضربات وثنائية الضربات، هم يعني هحكيها أفسرها حتى تحاولون تحفظوها. محركات رباعية الضربات أنا راح أكتب أربعة حتى تعرفون هاي رباعية وهاي شنو، اثنين يعني ثنائية. زين، 2 revolution لكل power stroke، يعني كل شوط قدرة حتى ينتج لازم أحتاج دورتين مثل ما تكلمنا هسه قبل شوية. لكن في محركات ثنائية الضربات كل شوط قدرة راح أحتاج شنو؟ أحتاج دورة واحدة فقط. زين، النقطة الثانية produce lower torque، يعني شنو؟ يعني تنتج عزم أقل في رباعية الضربات، بينما في ثنائية الضربات produce higher torque، عزم أعلى عندي. زين، النقطة الثالثة use valve for inlet and outlet، يعني عندي valve يسموه يعني صمام للخروج وصمام للدخول، صمام عادم وصمام سحب، inlet يعني سحب وoutlet يعني عادم. زين، النقطة الثالثة بالنسبة لل two stroke يقول use port for inlet and، ما عندي صمامات، صمامات هي فقط قلنا هذا الصمام اللي ثاني ما أقدر أرجع، الصمام اللي راح صمام اللارجعي، اما هي البقيه كلها عباره عن فتحات، فتحه تهويه يسموها بورت، فتحات وليس صمامات. زين، بالنسبه لرباعيه الضربات تكون اثقل. زين، ثنائيه الضربات تكون اخف، هيفير يعني اثقل، لايتر يعني اخف، ويت يعني وزن. النقطه الخامسه لارجر ان سايز، حجمها اكبر بالنسبه لرباعيه الضربات، بالنسبه للثنائيه يكون smaller in size، حجمها أقل. رباعية الضربات تكون higher cost، يعني تكلفتها أعلى، والتو ستروك lower cost، تكلفتها أقل. عادة رباعية الضربات water cooled، يعني تبريدها يكون مائي، بينما ثنائية الضربات تبريدها هوائي عن طريق الزعانف الهوائية. زين، رباعية الضربات higher efficiency، كفاءتها أعلى بالنسبة للتو ستروك، ثنائيات الضربات كفاءتها أقل، lower efficiency. نقطة 8 طبعا هنا وصلنا حتى لا يعتيه عليكم السالفة. زين، بعد عندنا less noise add smoke بالنسبة لرباعية الضربات، يعني شنو؟ يعني الضوضاء والعوادم تكون أقل، smoke يعني الدخان أو العادم، بينما في ثنائيات الضربات تكون أكثر noise وأكثر دخان العوادم. more complex بالنسبة إلى force stroke، يعني أكثر تعقيدا، بينما بمحركات الاحتراق رباعية الضربات ثنائية الضربات تكون أقل تعقيدا. هذا بالنسبة للفروقات ما بين محركات رباعية الضربات ومحركات ثنائية الضربات. طبعا أيضا عندنا نوع آخر من أنواع الكلاسيفيكيشن اللي هو يسموه valve location. valve location المقصود به هو موقع الصمام، موقع الصمام. طبعا هنا الشركات تختلف فيما بينها حسب موقع الصمام. اكو يسموه اي هيد انجن، اي هيد انجن يعني شنو؟ يعني يسموه بشكل حرف اي، هذا يسموه اي هيد انجن، شوفون هذا بشكل حرف اي كانما صاير. زين، عندنا L، هذا شوفوا صاير بشكل حرف L كأنما، هذا يعني الفتحة مال الصمام بشكل حرف L يسموه L head engine. وعندنا بشكل حرف F، هذا لو شوفوه هسه
كأنما شكل حرف F يعني صاير بهالشكل هذا، عفوا هذا ال L كأنما هيك صاير، هذا ال F كأنما يعني ما أعرف شلون هيك صاير، يعني كأنما هذا يسموه F head engine. وأيضا عندنا T T head engine، هذا يسموه T head engine بشكل حرف T. يعني هي تصاميم كثيرة، لكن دا أبين لكم أنه يعني بماذا تختلف محركات الاحتراق الداخلي عن بعضها. طبعا كل يعني تشوفون اكو مثلا محركات قلنا رباعية الاشواط، المحركات ثنائية الاشواط، عندنا محركات تختلف بموقع الصمامات، عندنا ايضا تكلمنا يعني راح تشوفون انتم هاي كانما دايبين لك الاختلافات بين محركات الاحتراق الداخلي نفسها. زين، طبعا هنا راح ننهي محاضرة لهذا اليوم لانه حتى ما اطول عليكم، بس فقط اريد من عندكم راح انزل هوم وورك. طبعا يعني هو مو هوم وورك مستقل ننزل خصوص المحاضرة ككل، لكن ايضا عندكم هوم وورك اخر راح نعطيكم به ايضا مجال يعني اسبوعين تشوفوا لي الفرق ما بين هذه المصطلحات. هذه المصطلحات يعني مثل تكتبوا لي فد مقالة صغيرة على قد صفحة واحدة أو نص صفحة، يعني تعريف كل واحدة من ذني المصطلحات اللي هي خاصة بموقع الصمامات. OHC شنو معناتها؟ هاي طبعا اختصارات، يعني الـ O معناتها كلمة معينة، الـ H معناتها كلمة، الـ C معناتها كلمة. طبعا هذا نظام من أنظمة الصمامات. OHV أيضا شنو معناتها؟ يعني بحثوا عن طريق النت، أريدها باللغة الإنجليزية طبعا تكتبوا لي، حنزل ملف دوكيومنت جوجل دوكيومنت، فكل طالب يكتب لي باللغة الإنجليزية. يعني كل واحد من ذين أربع مصطلحات أريد شنو تعريفها يعني وشنو معناتها باللغة الإنجليزية. DOHC وSOHC يعني معناتها شنو أريد، الOHC شنو معناتها تعريفها، الOHV شنو تعريفها، DOHC هاي تذكرها دائما موجودة على المحركات، أو SOHC شوفونا إياها. وان شاء الله ان شاء الله نلتقيكم يوم الخميس باذن الله، المحاضره نكمل هذه المحاضره ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لكم ولمتابعتكم ودمتم طيبين.